واو حمقى هي ديك بلاصه اصلا باينه كان فيها شي حاجه يلاه حطي معايا بلاصه كانت فيها شي حاجه هذيك ما عرفتش اخويا اولا ها يا اخويا شوف فين هي اه سميعه تما دايرين مع راسهم اه فين هي قصه غزاله شش اخوان حنايا فواحد البلايه اسمها سيدي بوزيد في الجديده كما تشاهدون الناس جالسه مدوزه الصيفيه غزاله واعر هادشي يا صاحبي راه واعر واعر بحال نقي هذا يكون ياه يومال اللي ما يكونش بارد حنا في الجديده الداي في الجديده مدينه الجديده وهذه البلايا ديالها شفت واحد التعريجه 2000 فرانك ها لا اخوان ها ما تخاف ما نعرفش هنايا واش عندكم ناس متفتحين ولا لا المهم الداعي كيف ما تشوفوا معنا نحن حاليا في مدينه الجديده تنشوف عنده وزو على لاكوت عجبني مجمل لي هنا هذا هي اللايف في يوتيوب اخوان غادي نسايكم لاكونيش ديالهم هذا لاكونيش ديالهم هنايا هذا هو لاكونيش ديالهم هنايا في الجديده اسمه سيدي بوزيد هنا كيتجمعوا الناس كيبحوا كيخيموا اسمع شحال مع تبانشي قول لي خلوه مع تبانشي خلوه ديالي لا لا اصبر هاني تبان لا ما كيبانوش هذا هي اللايف ديال هذا ما كيكونش كيتفرجوا فيه الناس بزاف فهمتي؟ اه ديال فيسبوك اه لا ديال يوتيوب شو دابا شحال كيتفرجوا 160 180 كتوصل 250 فهمتي؟ هادو هما كيتفرجوا بري هادو هما اللايفات اللي كينزلوا في الفيسبوك كيتقطعوا اذا كان حتى كتكون فيهم شي حاجه مزيونه فهمتي؟ شي حاجه اللي جاي على الله يرحم بابك اه والله ينور شي واحد كيعاير يقول فيه ويشوف قول بلال ايوه التعيشه احطوها في الطوموبيل هادي الاخوه شي تبع شد من هنايا عجبتني حنا غادي نسايكم هنايا هاد لاكونيش شويه دحيسه انا اصلا طاجي العاش دحيسه بزاف اولا نمشي نمشي للمارج كاين الناس كيعجبها تشوف عاوتاني هاد اللي قبل لي صراحه زوين بغيت نقول لك عجبني على ما تيل هادشي هذا صراحه هاد كونيش هذا لا كونيش الجديدة حبي عجبي والله ابلاتي هلا لا بلاج غارديا مسايا هادي انا كنشبنا كوبي رايت هنايا مشكله هذيك تبقى تبلبل في الله وتخابق باش باش كتخلط الهضره في السويق فيه كل شيء العاشور اسمح لي اجي خرجوا من الدحس هذا خاوه بزاف ها خرجوا من الدحس من هنايا ها شو قاد ليه من الدحس بزاف والله مشيتي بقيت تشوف الدنيا عامره بزاف شوف حاول ما تفوتني شي باش ما تبانش بزاف والله لا ماشي فيسبوك انا كان
انا اخوان هنا الفيلات كيكيو الناس هنايا كيبحوا في هاد البحر. قبيلات الدائي باش نعاود قبيلاتي كنت كندور في واحد الحومه اقسم بالله يا خالد كان مزيان 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 قصكم الدائي ديالي اخاي زيد اش الله يعافيك زيد هادشي مزيان ياك بحال ويلا ستيتو معنا راسي يا سا سيكس عنقل لكم بس 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 الاخوان ديالي كنت كندور في واحد الحومه وقفت حدا واحد البكال اقسم بالله قفت حدا واحد البقر وجا عندي واحد السيد قال لي بلال قال لي واش جيتي عند الياس الملكي قلت له علاش فهمتوا وخذت واحد الحومه وجا عند واحد العيقري واش جيتي عند الياس الملكي قلت له علاش قال لي الضاد ديالو فين هو واش فهمتوني وقفت سبحان الله انا مع والو وقفت حدا الضاد ديالو فهمتوني وديما صافي الساعه تسخات من تما عدت واحد سطوري حطيتها في انستغرام قلت له ما الضاد الياس فين فهمتني ديك شي بلا نوايا لا تسخى شي حوايج البقر صافي هذا هو لا كونيش هنايا المشكل عندك شبانا كوبي رايت هنايا خصنا نوقفوا هذا الطاق خصنا نعملوا له ميكروفون نوقفوا له الصوت الغدا صافي سهله ماشي مشكل اخوان كنوقف الصوت حيت الشكل موسيقى بزاف يلا صافي الموسيقى كت الموسيقى ديال الناس كوبي رايت باش بصف فيديو ما والو فهمت بس نوقف الميكرو هذا يا هذا السلام كيجي ما تسواش الناس كتسوا مكان عمومي فهمتيني يمكن شي شعه تعمل ما تعملش اللايف ديك الساعه انت كتسوا مكان عمومي اذا ما يمكن لي صوت حتى حاجه هنا فيما صوب نبقى مخلوع موسوس دايا شي تعويج عجبتني 10 درهم ياك العشرة جابهم كيبيعوها بشي 40 درهم ها حنا كما تشاهدون الاخوان هذا هو الكونيش ديالهم هنايا في الجديدة هذا عز الزيدة بعد شينا من عنده واحد قفص الكياء انا الاخوان عرفنا فين اصبحوا اليوم عاوتاني بيني وبينكم احسن بحوره الدراري هما في احسن بحوره هما في الشمال اخي هادشي اللي لاحظت بغيت نحط تعيج بلاتي لا لا التعيج العربة بارزة الله يخليك الله يحفظك عزيز شكرا عزيز
الله يعاون الدار. بلال خويا الله يعاون. هذيك داير خويا سوق تصور معايا مساكن فهمتي داوش. ساقت لهم انا الله يعاون دابا عاد علاش. كما تشاهدون فعلي المكان البلايات تاعنا. الصراحة كختي نجيب لك ستابليزاتور ما بغيتش نخرجوش تش معيق يقدر يساق فيك شي واحد يقول لك اش كتصور. انا ستابليزاتور ماشي هو اللي كتصور بيدك، يدك بحال اللي كتعدى شي سطوري بحال اللي كتعدى ينو. علاقات علاقات حب هذه خطيرة. ها عندي صاحبي كيحبك يقول لها كتوحشك. هادو جيما اخوان حنا كنساليكم هاد لاكوت. لاكوت كتقولوا لاكوت فرنساوية هي. كي لي اليوم اجي هاد الحوت هذا كيتبع خضر هايدا كيتنكر. ولكن داكشي عنده علاقه ب هذا الحوت كيتنكر خضر. بغيتي نديرو شي لك يا لي اليوم. واش نديرهم بزوج؟ عمل له الاشهار باش يبغى يعيط له كيف الجديد. كاين شي حوايج مزيون يتباعو هنا داي باغ اكزامبل. لا نشوف القاده ديك القاده ديال سيدي طبي السلاس كي حمو اشحال الزلافات هادو؟ اي هادي هادي شحال؟ هادو 70 هادو 50 شحال هاد 70؟ 70 درهم. مجرد سؤال السكر اسمح لنا راح 60 50 كبارين 70 غاليين الاخوان. شحال غاليين؟ 70 50 بانت لهم على بار فهمتي شافني بكفات وسبادينا قال لك ستي تواب 50 درهم كبير ب 70 درهم. هذا خصك هذا مفرك هذا شتا دابا عقلو لوحة من جوا من داخل ومحكوكة فهمت. الدرايم يا قال الاخوان عاد لو جيب لوحة بنزا ومحكوكة بالليخة وحفوها من داخل 70 درهم جابا من الغابة المصغر. جليس يعني عالمية صراحة ما عارف بزاف. شوف ما كاع الحاجة اللي فيها لا لا كيف كنضرب معقولة لو كان شي بروجي بقي خصني عارف شنو غادي نحكي عليه. هادو هادو فيلات واقيلا تا هما كيتسكرا ولا ما كذبش واعين هاد لاكونيش باقي كيمشي هيدا بزاف باقي خاوي هنا هذا هو المهم. اش قلتي؟ لاكونيش من هنا خاوي كيمشي هيدا صافي لحد دور داك اخوة عندي اخوة هنا ولكن كما تشاهدون الاخوان هذا واعر اقسم بالله لا كونيش مزيون هذا بالله. عجبني اخي هذا الكونيش هذا عنده واحد ديزاين زوين كطلع له طلب حا بلاتي. غاردي شي واحدين كيتخبوا حدايا. شافوا لي شافوا اللايف من بعيد بداو كيتخبوا. مرة شفتهم ولا وجهو؟ لا لا لا
شو ما ولكن بحال زين الاخوان شاطئ جميل الله يا بي. كما تشاهدون ما كاينش يقبل عظم مدوره الا حط وافط في الشمال عندنا الدين ديماهم شوف لاحظتوا الشمال ولا القحابه شابين بحوله كاملين يلا كاين هاد الباوز مع راسك في البطوله شوف بحال غزال ما كاينش يقبل عظم مدوره الدين ديماهم شوفوا الاخوان هادشي عندنا في الشمال ولاد القحاش بوتشالي كامل كتدخل كيبانوا لك مدوره اكثر من الناس مدوره عندنا في الشمال اكثر من بنادم في البحر شوف شوف البحر خاوي نواوا صاحبي ها وبحر غزال وخاوي وهذا وما فيه لا بلاكه لا حتى واحد دق البلاكه انا باش تعدل لهم الشيشه ولا الاخرى ماسو حنا كنهضروا على البحور القحبه يماك ما كنهضروش على الشماليين كنهضروا على البحر يا ولد القحبه كنحوي امك انت ولي يجي معاك في الشمال تقول لي انت وتعايش الشمال فوقاش انا عايش عايت ولاد مدينتي الزامل كنهضر انا على الشمال قلت لك البحر شابين مدوله كاملين على قحبه امك بلاتي مبروكك بلاتي طب وندي يماك هادو هاد التيكه هادو ولاد القحاب ما تفهموش واحد دابا عاد قلت لهم الشامل عندنا في الشامل ولاد القحاب عمو بحال كامل بمدوله واحد قال لي كيتفرج بالواحد شحال كيتفرجوا 240 240 فراسك قلت له في الشامل كامل عمو الله بالمدوله يعني بدوله اكثر من بنادم واحد قال لي كتعايش في الشامل غادي يفعلوا لك غادي يفعلوا لك يلا جاني كنعاير الشماليين فهمت كيبقى يزيدوا كيحاول دابا كيكون كيكهر دابا واحد بحال شاد التليفون دابا بالنسبه ليه انت ايوا لا لك شي حاجه وجاوب شي كيجيبو ديك الساعه بحال 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 كان كيخمس وكيجيب والله ملي كتجاوب انت دابا هو دابا راه كيحس براسو دابا حاليا دابا انت حنا كنهضروا عليه دابا كيقول واو كيهضر عليا فهمتي وصيرو كدير الكلمه كيجيبو يا صير جابو دابا هو برو كيتصدق لا كيبقاو كاين شي ناس ما كيحملوكش كيبقاو يصافوا عندك شبانه كوبي يا صاحبي الله دابا الموسيقى اللي سمعت هنايا والله ما كدير فيه حتى درهم دابا شحال يجيب شي 120 درهم بحال اللي كتسعى وصار هاد اللايف هذا قسما بالله مسايهم فابو المهم انت غادي ما تبقى تخلص الفلوس النظر والله العاد تخلص النظر بس اخويا تكيت على المصروف حتى مشقوب اصاحبي قال لي شي مشري شي السلام ارى السلام ارى السلام عيحت يا اخويا بيلا لا دلا اخويا بيلا اه اي شنو الاسراف اخويا بيلي ارى لي هذه ارى لي هذه شريتي سيدي بوزيد كامله خاصه والله العظيم اخي شوف الاخوان شنو شد بعد بوزيد جوج لي سيفونيغ شفت هاد لاكافات هادو بحال اللي عندي لكن اللي عندي كحل هادو قهويين شفتو كاين الاخوان شي بنادم ما كيحملكش كيبقى يصافي الحاجه كيف ما بغا ولد القحبه فهمتيني شنو قال لك متعا ماشي شمال ما نعرفش ني انا كنهضو على بعض الفئات اللي هي خايبه عندنا اخويا داس على البحر صاحبي اخويا راسك اشري والله الا كان اخويا راسك اشري اخويا راسك اشري عيش لي الحياه شوف المنظر طور لي المنظر والله تيشوفوا معك هذا المنظر ياك انتم عزاز عليكم هذا الشيء ديال الحياه وها هي الحياه ايوا ها هي الحياه ايوا ها هي الحياه ايوا ها هي عشوا عن بعد ها لا والله الا داك الشيء داك الشيء انتم الواي يلا رجعوا خايبين صافي الحياه راه باقا تما ولكن عاوتاني يلا نمشيو الحياه القهوه ديال لابلاج عاوتاني يا سلام اللي هنا هي هذيك لابلاج راه دار لهم لابلاج راه كيعرفوها الناس ولكن بلا ما تعطيهم الوقت هذا حدو هذا حدو لا 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 باقي انا خاصني الطوموبيل نمشيو لهاد البلاصه ديال الفوا كي شي كوت اخر هنايا صح كان طروش ولا كان طروش يكونوا فيها الطوموبيل إذا سيدي هادشي خالد تحياتي خويا خالد
لا لا الدنيا غزاله سي يوسف. انا عجبتني تاع لاماتي هاد لاكو هاد الجي احسن من ماتي بالنسبه لي انا. اي والله حق الله الصباح تتشكى. اه والله ما فيها الغلا ولا القحا واحد اليومين تخوت كيت انا واحد العائله الصباح وانت فطات انا واحد العائله 140 درهم صاحبي فعلى البحر قهوه ولا القحا كيحسبوا لك حتى الكوسه ديال شحال ساويه كيحسبوا لك ديك الكوسه على البحر ما بزاف ولكن فواحد القهوه تما في ماتيل فطات بها عاوتاني والعائله ب 70 درهم فيها خانه يا كاين بوخه بلا تيشوف شنو كلينا هنايا هذيك الحوت اللي كليناه قبيلتي انا وياك تاكلو في طنجه بواحد 60 درهم هاي داك ها هادو سيد ديور ديال لوينو هادو كيفاش لوينو شنو لوينو كتكريهو شنو هاد لوينو اخا صاحبي مالك اصاحبي المكتب الوطني للكهرباء اه عملها حطاهم حدا البحر يتضودو عندهم ديور ديال الناس اللي خدامين في لوينو اه كيدفعو كيعطيوهم هنايا فابور حيت خدامين في لوينو الشركه ديال لوينو شي ولكن اطفال شي غزان كغاد ماشي كاملين اطفال شي واحد كغاد انت كون ريسبونسابل شي واحد شنو قال لهم شو شنو 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 هذا كتزيدوني هالبوزة ولا القحا يا ولد القحبة عفوا انت كيوا هذا بنادم كي قيصة في الحاجة كيف ما لا سي شي رقم بزاف عايشين معاه بلوكي وكنت صح اه الياس الملكي هو هنا يا الحق انا ما مشيتش عنده الاخوان انا جبت شي مشي عند الياس الملكي انا ما بقاش عليه حشومه كل واحد عنده حياته وعنده الخدمه ديالو اه تحياتي داي واه بدا كيخوانا كوتا صافي لا لا راه غير هنايا هاد الوقيته وقي ماشي اللي هما الحياة 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 واد ماشي اه هذا هو اه فهمت سبيسيال بلاك هنيك اه هنا في هاد الصف هذا بدا شي شويه المسائل اللي بغا يدير داك الشيء ديال خر ايوا هذا المكان السيفيليا الصويره شحال بعيده هنايا شحال بعيده الصويره تحياتي ياسين شكرا داي شحال بعيدة؟ الصوية نقدر نشوفها الإخوة راه كتبان لي مشي ناضو ما كتبان لي مشي أكادي ما كتبان لي جا بحال لي نضا حيت ما كنذبحش أنا في هاد الفاكاسيونيس كنشوف راسي غنخرج خاصة وثما هادشي هذا ديال المساية وباسيوس راه ما كتفرجوش فيه كنصدق أنا خاصة عليه المازوط والطريق طويلة على والو واش فهمتوني؟ داكشي ايوا شحال كتسناو هو العزازين عليك عيتناوك ياك العزيز عليهم عيتناوك عارفين كنت داي نقدر نجا بحالي علاش حيتاش انا كنشوف راسي خاسر هاد الفاكاسيونس واش فهمتيني ما ضاب الحساب راسي كنشوف راسي غنخسر شحال هادي كانت دعم زيونيه ما دار والو دابا قضية محزوقة ما عندكش كوراج دابا خرج اخاي ما عندكش اصاحبي كيجيب قهوه وصافي يقول لك فهمتو وين خارج وين الله يا الله لا لا عيدك انت دي ما عرفتش انت دي الريلان انت ما عرفتش ما عرفتش انا ارجع الدار وعيد نعاد وقفنا اخي تقيل الله يحفظك سير سير شويه قدام خليه يدخل مسكين
داي قدكو ما حاشا غادي نمشي نكمل السفر من هنا هذا طبعا غادي نرجع 100% ماتيل انا لاحظت اللايفات بنادم يقدر يطلعوا ما في المدينه ديالو حيت الشيء الا بعدتي بزاف كتخسر ما كايناش شي اقبال ما فهمتي ما اللايفات خصهم دايم سمعتوني اللايفات خصهم دايم خصهم الهبال خصهم الحماق اما تساي الناس حالا اذا ما كيتفرجوش في هذا الشيء حتى الفيديو اللي حطيتي في باج الفيسبوك ما يدخلش فهمتوني الاخوان فدابا انا دابا كنفكر نرجع بحالي يمكن غادي نرجع بحالي يمكن نمشي السعيدية اكاديم وحال ما فهمتش الصراحه اش يعني حنا كنمشيو على كنشوف انا دائما عاود لي تسلكني فهمتني انت داي لا لا يدعمنا في باي بال ما يدعمناش هنايا دعمونا في باي بال باش كتعطيونا كوراج كتعاونونا باش كنزيدو نتصافو وندورو عندو وحده ما تصفق ويا ما عاونتوناش انتوما ما نقدرش انا نبقى انا اصلا اللي كنجيبو كنحطو في الشهر ما كنخليش شي فلوس عندي كنخلي شي باكه خليله كنبقى نجيب بها شهر شفت راسي عنسالي هاد الباكه هادي وما عندها خاشي شي وندخل ملينا نجا فحالي فهمتي إن الله يموري مازالي حبي عاجب لي منظرة قل لي العين النظرة هذا بدلوك علينا خيوة حيد لي هذاك كاسكيطة حيد صاحبي شوفي وانت دار خاسر عليها 100 درهم ودير فوق كاسكيطة الساعة ماشي معوضة صح لا لا بالعكس ديالك عندي واحد حلق ديالي واعر في طنجة كيسكسب عليا لا والو لا كيبقى فيه الشعر حيد كاسكيطة الليل هذا واش صاحبي عاوتاني ما ديرش الحوايج ديال الدار ولا الشعر ما عوضش كاسكيطة شعرك مزيان كتبيني مشى من الكاسكيطه يا لا ما خدامش صغير كويب با المسائل ما عوضتهاش كويب با صاحبي داي عندو جي معدو لايك غير معدو لايك كبيسو انا قبل نكسي من هنا الماتيل فاسك كبيسو الدلال كبيسو مالو كيسو فوطيني جا كبيسو كيسو فوطيني جا كبيسو تحسي داك هاد الماركات ديالنا ولاو واحد الوضه واحد الوضه واحد النجمه يا نجمه بحال خاشي فيه اه نجمه ونار ما يمكنش راه ثلاثه الوضه ثلاثه الوضه ثاني يمكن جزاك وما يمكن الجو ترى فاش الطلابه ديال الزنقه والله ما نخدم عليك كيشوف فاش الطلابه ديال الزنقه وكنشوفو معانا كامل عياني يا خيتي انا كنبقى نقول لهم مع عمات كبس خاطرك اقسم بالله صافي حيد دابا هنا كنقول لهم دعموني ما نقولوش دعموني هاني ماشي كبيسو دعموني هاني دعموك اخويا دعموا لي اخويا بلال كيدعمونيش كيدعمونيش هاد الناس لا ما كيدعموني كيعصبوني هاد الناس هادو ما كيبغيوش يدعموني حتى كنبقى نسب بوحدي بحال حماق مع بعض كيعصبوني دخلت عليك والله اقسم بالله دعموني ولا نسبكم ودي واعر ديك الشاشه وليا الجدارمي عندك وقفني انا بوليس والجدارميه ها؟ ماشي مشكلة نشدوها بحال هكا الدراسة مكتوبة على الجرامية سميتو كامل مكتوبة على الجرامية يعني خرجتي على مدينة واحد الراسية واقيلا ايوا صافي صافي علينا هو كاين في الدراسة شنو هذا شنو بغيت طلع من الداخل؟ خويا هذا غتبقى قاعد العسى غتكون فيها الراسية ولا شقصها شو واحد عامل العزل من الداخل الحي واحد البوليس يدي واحد الموطور جدار بشوف دي موطور ديال عفو احمد دير الموطور يا عمي شي الناس كيطلع على انا شي واحد عامل شي عصاهات شي حفله شي بلاصه شي واحد عامل شي حفله تما بوحده إذا أنتم في مدينة الجديدة ها كيان ديالهم فينو كيان عندهم أنا بدو علاش علاش كيخايبوا المدينة علاه شو تزقوا شي بلاصة صاحبي هادو كيخايبوا المدينة هاد الحمام الكراسة وهاد كبسوا في الشاشة الإخوان عاد الدجن اليوم قد نصبحوا بلادي قد نصبحوا فوق ما تنشوفوا عاد شحال واحد دايق قال لي في كازا جي عندي ما بغيتش شي
ضايلة لا واحد واحد اليوم غادي نشبه الطريق اخي صافي واش فين الكيلو كاطو تاع الشد ياتيها كاع اجي هنا اجي اجي ديوا ما كتحشمش يا سيدي نتايا هاكا تطلع علاش نمشي دابا شنو يمكن والو لا لا ماشي كاين شي بلاصه اللي عاوتاني فيها مصيه عندك اسيدي هادي بغيتي تستاسيو لي ليه المهم كاين فين كاين ميتش هادي هو مورتي ما زوين هادي كورسي ما راه باينه مزيونه اخا شوف حبيبه افين العايله العايله الزين ديالي اشو جيت من طنجه كنبقاش عليكم مصيبه هادي حبي عاجبني من الله اه الضوا ديال البنايه هادي دابا نعيط واحد صاحبي نشوف واش متين 400 كيلومتر انا بعيد على طنجه دا 440 كيلومتر اش من اسف يا صاحبي ما كنشوف راسي معنا بحشي بغيتي تفهموا ولا ما تشوفوش انا كنعرف راسي شني كندخل شني ما كندخل انا كنشوف راسي ما ندخلش اخاي معنا بحشي فهذا ما نقدرش نبقى نخسر فلوس انا مست كاسكيت على الطاوله ما عاودتش الشعر صاحبي شوف لا حاجه ما توصل ما عاودتش الشعر انا عندي حلق ديالي كيطلق لي الشعر مزيان مزيان كابيس واحد الكاسكيت داك حلا وقيلا على اللبس بس تصور كحال كون طلع شي حداك تشوف الكورون داير ولا ما عندكش ما جبتش البرد انا ما عنديش مشكل عليك صافا انا غادي نصبح خاصك حتى اني غير كنعرف هذا بعد قتلي شي عندي كازا لا عديت من كازا اخي دار 100 كورون ماشي بعيده كازا 100 كورون يا يا تطور يا ما نكذبش عليكم غادي داير والله ما نكمل المصطفى شكون فيكم ما غاديش نكمل التصافية نزلو صريح واه مشا نزلو بغيت نزل شنو بغيت انا قوايدة تتحرك شويه انت شنو باغي نوقف هيدا كمل الدار ولا كملوا الزال خاطر كاين ما نقدرش انا خصني نصور الشالين نصور الناس يشوفوني سعيد صافي لا سيد بلا ما نكملوا كملوا الزنقه صاحبي زيد نصور شويه ديال الوقت اللي باقي لنا باش نقدروا نشوفوا الطريق نقدروا نعرفوا فين غنمشيو اولا داي سايكم ساي خفيفه شايفه عفيفه لطيفه الله يا ربي حبي عاجبني من الله انا غادي نصبح ان شاء الله من المتي من عرفش حد السوايع اصاحبي ما تلعب ساني قطيني على القصايه لا والو اجا بحالي العوبية اخي انا مشي كاش مشي ناضو اخي نص نوضو صعابين عاوتاني ما تصوفوا وسط منهم الله خاد بلاد هادي ما كتساعدش يا اخي بالتصوير بلاد هادي راه بنادم صعيب يصور فيهم ماشي ديال التصوير خاصك تصور فيها شي دار ما ولا انا اخوان في باكينا طوموبيل هاي فيني غادي نروح باسيو هاي شو هاي ده اجي اجي مشينا عاجبني والله شي دايق الصاين تاحت يا سمع الطبل ها
خاوت شهيت غولة الأخ أجي نشوف كاينه شي باك أجي خايتينا غولة لاش فينوها وي ناضو اخي عبد الله تقدر تصبح المشاكل ما بغيتش غادي تبغوا لا راس فيد بلي والله يحفظ الوالدين شوف شوف تنيز زلافه المواق تنيز زلافه المواق خلصوك فيها قيسوا بعد المقاس هاي واش ما كتعمرش الزلافه خلصوك فيها خصك تعمها ما عرفتش من هذاك كنت هالك ماشي عمها لا ما كمل هذي ما عجبوش الحال اخي اكادي معنا شي فلوس مازال بس قطع اخي شحال كتحسب لها جوج دراهم ايوا زيد دراهم جوج دراهم بزلافة اشي معايا هذاك هذاك بوحدو اصاحبي مالك اصاحبي ستاش درهم من هنا وما كتعمرش الزلافه والو خصك تعمر الزلافه اولا لا خصك تعمر الزلافه بالله وهالما هذاك اصاحبي عندك بودينا تحت عندك البوادن تحت الماء اخا الزلافه كتعمى ملي كتبع د الماء هذاك الماء الشيء اللي كنعرف انا ما خصوش يبقى يزيد في الحاج لا الحشومه عاوتاني دابا سيدي بوزيد بابور البلور كاع ما جيت من عندك كاع هذا هو راه حمار راه الاخوان محاجش غادي نكملوا الصح كما قلنا لكم شنو هذيك لا مانغوا حقا هو اسمها لا مانغوا ساندويتش جوست كريب است اخوان قال لك سيدي القافله تسير والكلاب تنبح هادو كي سعود القناوه يا عافاك اسحى انت هي كي دوب الدقه كي ضالي على البابوش انا كنشي غول انا ما كنشيش البابوش كنشي الماء بات البابوش الفشل فهمتو قال لك القافلة تسير والكلاب تنبح شي حد مشي حلو عامل هذا شو الناس عامل المشايع خلق المشايع من والو شو شو هذا عاوز يبقى كاتشو عامل مشروع من والو هذيك اللي فوق منها الطاقة الشمسية هاي كحلة فهمتوا لاسي باش عاد نخصو فلوس في الشراب اشي يا خاي باز الله ما نعرف اخي لا نمشي نقدر نمشي بحالي اخي ما نخصها والو نمشي نجلس في السيمانه شي سيمانه في العربيه
سما تبقى الدور خاوة ديالي كتخسر هايدا تبقى مازوط ما نعرف شحال هاهما باهي كتاكل بزاف عرفت شحال تكونو من تنين أكادير أخوا ولا تيشي توكي أجيت أنا خا شي حاجة من هنايا شي خمسة دام هاد أجا تاكل توكي يا سلام دابا هادي خمسة دام أتعمى لا حابلي ما ندير لك ثلاثة ما عندكش ميكا معوطاك حلا بيطا ميكا بيطا أنا نشوف لك كيش هنعمل لها أنا حرك أمي مش كي حالك أجي أجي الصوت أجي شوفها همدي شوفها شوفها أنا طاعت أنا بغيت الحاكة مسمى صحابي كتبها قلت حاكة صحابي قلت حاكة مسمى هنيه هنيه ما يوقع على وقت داي شقلبنا تخلط زيها طارق الدرا ما طيباش يداعي قد جيب القطعة مالي ثلاثة باكيات فين نهزهم انا عندي القفة ولا ما عندك شي ميكا بيطا هلا دابا هذا كيفاق بيناتهم زعما ياه بين البيضة واللي فيها السكر الصباغة والسكر هادو هما المقاضي ديال السكر الالوان الزيت الملحة ملونة وباغا تاكل التوكية ملونة قوز قوز زحت اجا في كاسك كنضحكو معاك مين كتحرك انا نحرك لك هاي طابت صافي تي الصاف ديالو شو ها هي جد جد مالك احنا هاد العرض نكتوكي ماشي مشكل تي 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 الصاف ديالو هذا هو اللي يردو عليك ياك هذا يردو عليك هو ها صافي تي شنو هي ماشي مشكل زينة عرفك تا واحد مالك والله انا بغيت نعرض عليك زعما انا خمس سنين انا بحالك انا كنت نرجع لك انا عطيتك خمسة دام قبيلات انا نرجع لك هذيك بغيتيش نعرضو عليك زيع لك شو دابا دوختيني انا انا قلت عندي 15 درهم هنا تحقات ماشي مكامله ماشي شويه دابا انا دوختيني ديتك 5 درهم في الاول وزيدتي ديتي لي 5 درهم يدي دابا خصك ترجع لي 5 درهم وتدي لي 5 درهم في التركية فهمتيني مراكش مشاي ولا شمالي ها شمالي اه يا فاصل انا ودي بالشيفا فين جات اه فين جات شنو هي بالشيفا جات احياء شعبيه في كاين احياء شعبيه في طنجه بالاحسن طنجه عزاوي دابا انا شفتك ما عندكش الصاف نعرض عليها واش فهمتيني ديك العائله صح ماشي على جماله ولا تجيب ابو عماس كتبغي تضحك وصافي احنا نملو بالعيله حنايا انا ماشي بحالنا دابا طنجه دابا ان شاء الله غادي انا غنجي عندكم طنجه مرحبا بك اخي هبط كاوس هذه اللي كيديو لك الكوماسيه يبيعوها يديو لك الجوطيه سمعنا هذيك الشميكه بايضه ايوا طنجه هو كاوس اجبا مقدم كيتسنى بركه اجبا مقدم كيتسنى عندي كاوسة ثلاثه فين نهزهم الشيء اش عامل بهم اخا لا لا ولا عطيني جوج دراهم واني راسك حدا فيهم اش شفتو كي بعتو كي في طنجه الصادق شو انتو تبعتو كي في طنجه بكاوصه مقدم عاد جوك تنك بالكاميونات الزبل عاد اللي كيهزو بها دخل طنجه جوك كي ادو عليك اش عاد داك شنو بغيتي دابا انت راه تعطلتو شنو المشكل ما عندو شي ميكا فين اخا جوج دام جوج دام ود عليا 8 دام واش شي هذا خصك شي ميكا انا عملتها لك في بالك كاينه من النص تاكل بزاف
بصح كاين اللي بغي بزاف جيب ميكا. خاصك جيب ميكا احتياط. انا دابا ولا كنت جبت ميكا كنت غنمشي مع عندك كاروسه كامله. عندي العائله كتسناني في الدار. عطيني ديالك كيضحك معاك اصلا. كنت باغي تعمرني بالميكات في يديه صاحبي. ما خصوش كان خصو كان يعاوني. لا عقلي لا خلي انا نطلعها لما هكا نضحك مع شو شو قال لك جوع هاد بلال بقات 6 درهم بلال كانت عندك حقار مسخور كنت بان لهم دابا حقار فهمت كنت تضحك مع السيد على لا البلول كنت شطار معاه بلا تمرو كيطابون ديما هما هذوك كاملين بلاتي لا لا خليها ما فهموكم بلا ما ترى وليداتنا وليداتنا بلاتي بلاتي وليداتنا اللحوم ها واحد جي لا باش نصفي الدين ديماكم بلاتي اش سمعك اصاحبي بلاتي ما عنديش شغل بلاتي الثانية كيحسبوا لي ولاد القحاب شني كنعطي وشني كنخلي بلاتي صافي صافي بلاتي ايوا بلاتي بلاتي نقي الدين ديماكم اللي كتدخلوا في عباد الله بلاتي زيد انا كنرجع دابا ماشي مابقيتش يهود دابا كنرجع لفوقي بلاتي انا واقف كنصفيهم اذا تسالاو تسالاو الداي تسالاو صافي تسالاو هذا هو لا كونيش كيجيو لك واد من هنايا يا خاو شنو لعب كيلعب واش كيلعب كيلعب ولا كيتعشى انا كيتعشى نمشيو شي شو ها اللوعه راه فيه تي فيها شي شا يا لا واه يعني شوف حنا الطامبيه ديالو هي الطامبيه الجديده طوبيس جديده لا يا قد عجب مشكلة كديهم تطايوس كيبيعوهم كيعدلوهم بعدنا يا هنا موسم مولاي عبد الله مولاي عبد القادر في كاين الموسم ديالو صافي هو دلاكوت ديالكم مساخطة السعاين شو كيعمل شو دابا عم بنوم على بارا ما يخفوا عليا شو انا عم جيهم على بارا الى ما كان ربا قلت لكم شو Ha 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 ha
لا لا عاونك واحد بندي عاد انا الفلوس صاحبي حمق ما ضاب لا من البندي ضاب نار اخي تزوم جميع الدم دار جا خالي دي دبع على صير عنا اخي يا روح عنا الله يعاونكم الله يعاونكم الله يعاونكم مشات شحال عاد شحال مشات لي دابا عادي وقاس معاهم مشات لي معاهم 14 لا مو حاجش فابا اخا كيما تما ديك العسس ملي فابا كي الساعه وصافي ياه ضا مع قول له الساعه يبا واعي من الاخوان 20 درهم شو شي جوج درهم دماغ وهاد جوج درهم نار 16 درهم دواء سعي حق الله العظيم خدت حاجه شوف كان خصها يكون فلوس على الله يبيع الزواب والله راه خصها لهم فلوس باش نعدل لهم لومبيوس 20 درهم دماغ شريت هادي بجوج درهم لا ما بقى لي درهم دا 16 درهم اه والله العظيم دا 16 درهم قد فيا الدين ديال ما كيفاش كاين طلع زوينه كتعضب انت صاحبي بغيت عاد تغني لهم ياك غني فين الطوموبيل راهي ها قلت 8 ولا 7 هادي تلا يديك 8 ولا 7 8 ولا 7 لا ما حطيتي 8 هادي لا 8 ولا 7 قلت لك شنو انا بعرف انك 40 مليون قال لك 40 مليون هذيك اه 40 مليون 45 هذيك جديده هذيك من الدار كاش مش 38 عامها قلت 8 داي قلت 8 عامها من الدار شحال عامله 48 عامله وقيله 48 هاي داك 45 قلت 8 عامها شحال عامله داي من الدار المغرب مشي على برا في المغرب ولا عساسه شوف تدخل فينا مجانا عساسين عليك 42 عامها تعال وقلت لك 45 شي كيقول لك 42 شو 40 48 جولد شي جولد اه قلت لك ما قلتكم صاحبي قال لك 25 قلت لك تصدق عندي هذا بلوز بلوز ما كيعرف يدار خالص Thank you.
صوني جاي زيد زيد ما سوقنا تعطي حتى واحد شريه زيد سيد سيد او بي صفار عليك لا سيد سيد كي لا صفار عليك لا والو سير 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 مرة أخرى مرة أخرى مرة أخرى كيلاش مرة أخرى كيلاش والله ما كاين مرة أخرى استغفر الله ما معاك أخاو بزاف هاد القلاويط شتي بصح نقول لك أبي دابا خصني نشوف شحال كيلومترات بعيدة عليا مول حبيبتي شو ما خصكش تسمع الموسيقى أنا تباني كوبيعي وهاد الفيديو هذا ما ندي عليه حتى دابا انا بعدو غير شي 100 درهم لا حتى الواي واي واه ممنوعه صاحبي داكشي حتى ديالك اللي معروف كتكون اغاني محفظه انت عبد القالي في اليوتيوب هي محفظه عند مولاها بحال شي اط محفظه فهمتي كاين شي ديالك اللي ما عندهمش مواليه ما محفظينش بحال داك الشيء ماشي كلشي محفظ كيما نضوا هنايا لا لا انتردي انت لا لا ماشي انتردي ماشي دو وقتي يا صاحبي ماشي انتردي شمع شي 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 ولا؟ اودي اخي ما شفتش شنو نعمل عندك مشينا الوقت تما. ايوا صافي. صافا ما خصنيش ن. يلاه سير. مشينا الوقت فين؟ دابا صافي انت معول دابا. باش نشوف المدن شحال بعدين عليا. ايه عليا. واحد الاسبوع نشوف. اكادي انا من اكادي. واش عندك شي حد فاهم هذا الشيء عندك؟ انا كنمشي عند سوا واحد اصاحبي عند الطوموبيل ديالي اصاحبي انا كنمشي عند الناس عندي كيفاش عند الناس اخويا استاموس بريباراتوس باراسا 440 كيلو لا بزاف بزاف بحال هنا طنجة والله الا بحال هنا طنجة ولاش ها؟ لا انا غادي على شي حاجه واخا ما كان ما عندك والو بقى هنايا تتبان لك شي حاجه تمشي ليها عاوتاني ما تبقاش دير هذا انا هيك خسر لا ولكن خسر هو ما عنديش فلوس بزاف هذا الخسران اللي ما عندوش داعي ما كاينلاش ما عندك شي ما كاينش شي غنبقى في بلاصتي يالك اللي دير فيه شد الارض تبقى في بلاصتك منين تبان شي حاجه علاش خاصك تبعي فهمتيني ولا ما فهمتيش الجمهور شي ديان الله يحفظك اخويا مرحبا الله كامل شكرا معك الله انت سيدي راه عندك جماهيريه دابا خويا انا ما عرفتش نعمل حق الله بحال هادشي من هنا لطنجه دابا من هنا لطنجه ب 150 دابا قول زيد اصاحبي زيد 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 عندك 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 تاع تقيس طوموبيل هذا هو الحساب اصاحبي واي يا بيبي كيبان لك انت قيدينا بزاف اصاحبي انا كنجي نمشي بشويه ما كنسيك كلاكسوني عليا الدين ديما بغيت نشوف شحال باقي لي من هنا نشوف من هنا لطنجة شحال هلا فكر اش غدير بعدا لا لا هنا ما باتش هنا ما باينش هنا أربعمية سبعة وخمسين من هنا طنجة لا لا ها؟ أربعمية سبعة وخمسين من هنا طنجة زعنا إذا من هنا أكادير سير 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 ربي عاجبني منظار ما نقدر شي بيه اللايف علاش ما تكون ما ضربات اقارب فين اللي كيقول اخا وقا سبايدر شنو خاصك تقول قول لي هاد الديسك كدير به ويهم طيق ويهم طيق وهاد هاد الديسك اللي جات غني دابا ياك ياك عنده لا ما عنديش هذاك كتشوفو في انستغرام ستوري صح لا صاحبي كنتي داير واحد طالق كنتي طالقو غير شي سيمانه دابا الصباح بكري في اللايف في الفيسبوك وتماتي سكاع لا ولكن علاش ما علاش ما ضربكش الكوبي رايت؟ واش باني كوبي رايت ديالك في الفيسبوك ودي عليه حتى دابا ملي سمعتي الموسيقى باغي في الفيسبوك بغيتي تطلقوا زعما لا ماشي نطلقوا هكا نسولوا صافي شنو كيقولوا؟ سير 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 س
سير للصويرة طلع للصويرة عند أكادير دير عند شنو قلتي لا فين كتقول شنو رأي ديالك؟ فاش؟ شنو رأي ديالك أنت في هاد الشيء هذا؟ ديال أش هاد الشيء هذا؟ يعني خلي السيد يمشي لأكادير سير للصويرة دعمونا ما كدعمونا شنو شنو؟ ما كدعمونا شنو شنو مشي؟ اش كدير دابا؟ شير لك شي حد؟ لا شو ديرهم شي ديك هما عليها باش تحس شويه ديال باش يطلع عليها شويه ديال الادرينالين فراع هاد خاينه اللي معاك في الطامون فراع راه فراع نيس ما كدبشيش الله يلاقينا في زنقه ما تتخرج نوريك واش فراع ولا ماشي تاع على الفيلا عندي سي الله يمسخك سي الله يمسخك سير عند المالك ينعس معاه في السطح شكون الزوان بحال لا هو انت اللي كتقراهم لا شي اللي يقولوا على الصافا دايبا يا بخير وما لا نجيو لعندك شي بكالة ديال طلع لي كاي مشيت البنت مشيت الحسيمة طنجة تحاس ما تقدروش تشوف هيدا غازك عاد مشيو لأكادير حنا واش القرا ما عندي ما كاين ما كاينين والو غير كيخربوا الله يخليك باغيين يخابقونا معاهم ياك زول الشيء ما زوينش الديسكو باقي شي مالكي اخا باقي شي مالكي خد لاصق تحت ديالك هذا قبل شي قد قلت سيد فان هيدا هذا سير لي جاني لما بغيتي ترجع للجديده نوا انا وصلك الدار وصافي دابا لا لا وصلني ولا انت غير هنا ماشي مشكل انت مشات شنو باغي دير شي نوقف ونكون صوتي هضر مع لا لا اشوف شي مدينه اللي قريبه لي اللي مزيونه قصدا اكادي اخو 400 كيلو بزاف انا خصي الطبيعه ما خصيش المدن اخرى ما عندي ما نعمل في المدن اخرى كيجي من الطبيعه والبحوها فهمتي نشوف فيهم راه طلع فين تمشي اش قراشي الشمال اخوا ملي كنشبه داك الطريق ديالو كاين شي ما لقاش الشبه لي فهمتي صورت كاملة والطبيعة وجولة قال نزول انوات هنا قبل البطاقة اش كدا ضايح من هنا من هنا قبل البطاقة اش كدا ضايح من هنا من هنا اش طلع فهمتك شاش كدير بغيت نوقف انا صاحبي بغيت نوقف توقف غتطلع فوق هذيك باش توقف واحد لاصق مويا بغيت يعطيني اتساع ولا لاصق فيا لاصق فيا غادي نرجعو غادي نشوفو نمشي بس سير باش في سير باش في الاخر سيدي العبد او سير الوالدية فين جا هادي؟ الطريق نيت هنايا بحال غادي بحال غادي اسفي طريق اسفي شنو هاد سيدي العبد شنو هاد؟ ايوا تنغدا وشوفها انت دابا هادي ياك الدور طالقة
انا في سيدي بوزيد. في الصاويرة أكادي أبي نشوف شحال بعيدة ناطور أشوف ناطور فاس شحال بعيد فاس فهمتك يا خويا، ورا الصيف هذا واش تبغى تمشي شي بلاصه اللي فيها البحر؟ من فيها جمعية. وي حبيبي وي. صافي 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 نيت انا غادي للدار الوقت نوصل الوقت اللي نوصل ليه ان شاء الله نمشي للدار عايد أول ما غادي حطنا في الدار دابا ويتحرك عندك العائلة عادي يا زوي عندك العائلة عندنا لك الزية لا عندنا لك الزية العائلة سيدي الحب زين سمعتيني ولا واشري الحب زين اشري تقول لي مشينا للدار تقول لي تقول لي الدار كتقول لي فين كنت دابا تقول لي خاش تقول لي الدار تقول لي صافي واخا تقول لي شد الدار كتقول لي اوبي لا لا العلاقات كتكون بلي الاحترام والحب ما تخاف منهم لا خاصك تجمع راسك يا بلال خاصك تجمع راسك جمع راسك انت دير شي عراسية الحسيمة السمية والسين كولومبي شحال دير لنا شي لايف ويلي ويلي من هنا الحسيمة السمية والسين كولومبي عشرتني العرس ولا ما عشرتنيش شو دير كلمة دا كيفكر واش يعرضني ولا ما يعرضنيش انا ما عنديش وش قايدة تنموس ها؟ ما عنديش وش ما شنو؟ قايدة تنموس هكا؟ لا لا تنطيح في الحب شي وحدة عمير عيد عمير جوج تنطيح في الحب شي وحدة تنجع كنبغي كنحب واش شحال السوايع ولكن هذا هي كتعطيك 650 كيلومتر بحق حق شحال السوايع في الساعه خصك تمشي ب 100 ياه 100 في الساعه باش قال لك اللي تلف عايش الضرب غتمشي لمولاي عبد الله ياك ستاسيوني غتنعس سمعتيني تما الدنيا عامه ما تلف اسمعني اسمعني مالك اصاحبي كتبقى تهضر معايا عبد الله خلا مالك تبت شويه راه تبت واسمع تنجا كتبقى سكافيه تهدد تهدد خلى واحد السيد خدام معاه تهدد ترى شي حدا مولا عبد الله كيفاش فايقين يعني بحال عندك عزه تبقى في هاد الامبيونس الحياة شنو هاد الامبيونس انا خصني الصداع الصداع بعدي ما عملت بها يا صاحبي تما غتنعس في الصباح وما عارف واش غادي ما عندناش الا كان الصداع تما انا خصني نخلى وقيفة وسكات بحال عندي في الضطع دا نمشي نعرف شي بومبا في الطريقية بات باش طعم الله تكا مع راسك ما فيش نهضر معاك هذاك التكيسيان اللور كتطيح واحد كينعسو على طهو هذا اللور طلق السوفون فوقيه وفي الطوموبيل كتكون فيها واحد الحرارة دابا الحرارة شد لي الشاجو كتجي كتسخن
الموطو ديالنا كيكون سخون كيبقى حتى السخانه كتدخل لهنا فهمتي دابا ما غتصدمش 100% ايوا شي واحد طيب هاي انا كنطلقهم بالزنقه وكنعس ها كنخرجهم بالزنقه وكنعس الارض دابا جات كنخرج صراحه حتى شفت سكنت هنا دابا عافاك عرفت شنو غاديين ولا مازال واخي كنفكر شنو كيخلص على الناس اللي كيشوفوا ولا شحال كيشوفوا ولا شحال الوقت شنو يعرفوا ما فهمتش انت العساس هي اه هذا طيب خلص على الناس شحال دخلوا شافوا ولا شحال الوقت شنو الهيلان وين هذا ولا كوني زيارو من الاخوان واه شو شحال من ماكينه قهوه شو شحال من واحد كيبيع قهوه عندهم هنا شوف المشروع اللي خدام عندهم هنا في جديده هو ديال القهوه حسبوا معايا شحال طوموا بلاد القهوه اجو واحد اجو ثلاثة ها أربعة حسبوا معايا حسبوا معايا ها خمسة ها السبيطة هاي ها سبعة فينية عند رمضان ها ثمانية ها تسعود كل خمسة ميتوكي واحد ها عشرة سيزوكي ها 11 ها 12 فينية هاي ها 13 هذا هو المشروع اللي عنده مبيع في الجديدة بزاف ديال القهوة كلشي عند القهوة في الطوموبيل خاصك دير شي بريس الله انت زينة صلاة العملة يا سمعت هابيلة الكاسة والطبلة زينة سمعت هابيلة الناس يتجمعوا لك تما يا راه صور راه صور وانت تدخل لك اه جماعة الزينة جماعة اللي حضر معانا سير سير الله معك قالوا هذا لكونيش ديالو خاصك على السعرين هذا اه هذا هو هذيك مرة مرة شوفها بريكا سخنت لقيت العشرة ديالك مشروع واعش شيء ليلى هذاك كش العصاد قهوة وطمو بخسك هذا نعدلو وعدل بيمي باش نعدلو لك يلا باي في النص يلا ليل عدل بيمي جبالك شي تاخد فوقاش 3 ملايين وشي لك ماكينة قهوة ولكن في النص انا عشي ماكينة قهوة وانا عشي الطوموبيل الدبز نعزو لك ماكينة قهوة والطوموبيل تخشي تسمع في صوتك سمعت علي كلشي غيكون على اسمي تا ماكينة القهوة انا عاملها في الاسم ديالي عند كاتب معمولة انا خارج بريمير ليلى والله سنعدل لك يماه بالله جمعوا له دغيان وحس شوط الخدمة احنا عندنا هوتيل حيتاش نمشيو دابا خويا حيتاش نمشيو انت دابا غادي للسونتر بيل واختي نديك بحالك فاين لا لا تماني انت يا ميز دي جيني ديك البازار ما نعقلش يا صاحبي انا نمشي انا نوريك هذا ما كنت زعما غادي نسرقوك دور اللي بيصير اه يا حبيبي انا واش تدوز هذا الدار مالك يسير مني
تعال ندوز عليها عشان نعمل فيها. ليش ماشي؟ صداع الليلة. أنا أحمق مش مبقى شيء. الشهر هذا جوج ديال السيوفه. شكون؟ الشهر هذا جهه ماضيه وجهه حاده. شكون هذه؟ الشهر هذا جهه ماضيه وجهه حاده. الحاده هي اللي كتدخل الفلوس. وهذيك الماضيه هي اللي كتعرف على اللي يسوى واللي ما يسواش. رحت نهار هنايا. فين يا خو؟ صافي هنايا الوالده ديالي راه هنا يسال. ياه. خلاص. وشوف انت اش غدير. لا تخمم ليش يا صافي ايه وسيدي شمك على خير الله حمد الله صافي الله عليك الراس يلا شكرا شاء الله كذا وحيد صافي ان شاء الله ان شاء الله خير بينا يلا بارك الله فيك شكرا يلا بلاصة كونسونتر شوية مش عارف شنو نعمل زورة قفة سعيدة زورة السقطة سعيدة شو عندهم واحد منارة واعرة كضاب هنا هي المنارة شو منارة عندهم ايش شو شو المنارة؟ لا لا عنده منارة ايش الشمال كتبقى على البيرة وتقحبين وهيدا مرت يعني الموديل اللي قابل لي انا مسكت للبارح لليوم مراكش فاس انا من كازابلانكا بيلخ اسفي جديده كاينه اسفي الصويره اسفي الصويره واكادير هاد اكادير بالتقحمه جات بيه اكادير فاسكم جات في النص دمرت في النص خايف بغيت نعرف واحد الحاجه واش من العيون واش كي من العيون واش كيبانوا جوزو كاناي ولا لا من العيون لاس بالما سانتا كوز دي تينيفي داي من العيون واش كيبانوا الجزيره ديال لاس بالماس وهنا اوتو دي لاكوز سانتا كوز دي تينيفي بغيتي كتشوف لاس بالماس بوتا دي روسايو اييه جزر هواي كيبان لا ما كيبانوش بزاف لا بعد خبيه
اش من حاجه عملناها خايله هليل دابا انا ما تنساش يعني واحد باكا كنطحني ما عم سنطانجه بلاش ما خصنيش عاوتاني من سنطانجه ماش باباش نمشي راسي تنتخلص واش فهمتيني صافي خلي باش نمشي راسي في طنجه اوه أكادير فيها الحرارة ما خصنيش نمشي ليها مراكش عفوا فيها الحرارة ما خصنيش نمشي ليها كاينة أسفي أسفي والصويرة عندي حل واحد نمشي لأسفي ونعسفي صافي مكتوبة فيها صافي ماشي تا أسفي لا شوف كاينة الوالدية جديدة الوالدية أسفي وراء الصويرة والصويرة كاينة أكادير أكادير جات في النص الخريطة المغرب ما غيب خريطة طويلة هي جات في النص ديالها سبحان الله وانا الطوموبيل كنخاف منا عاد تسيب ديال لحمة شي بلاصة اشوف مراكش فيها الحرارة بزاف ولكن مزيونة مراكش عاوتاني فيها الخسارة فيها الزهو فهمتو مراكش مشيت لها ما خصنيش نعاود نمشي ليها أكادير ما مشيت لها شي من أكادير عاوتاني السعيدية بزاف من وجدة من أكادير وجدة شنو نطيق عاوتاني ويلي أنا ما كرهتش نمشي للسعيدية داير أكادير والسعيدية عادي نشوف ديالكم شنو كتقولوا تما مكناس لا مشيت ليلة سعيدية سعيدية نادو قريبة بعيدة سيها سعيدية نادو طبعا أنا بعيد بزاف سير المكناس أحسن كازينو شعمل في كازينو أخي أنا ماشي مقصر تازة تازة بعيدة صاحبي دابا مشكلة ليلى كتشوف راسك كتخسر ما كاينش شي دعم هذا هو اللي خايف منه كتشوف راسك كتخسر كتشوف راسك كتبقى مسيف تقدر تبقى مسيف في الطريق اما تقدر تبقى مسيف في لوطوط في الطريق اما غتخسر وما تجيب والو في هذا الشهر تا طنجة على الاقل كتعمل فيها ان دايف كتضيع النهار وما كتخسرش ولكن طنجة كتفلس باللي خصك دار فيها الطاسة هاديك ما دينا هاديك كتجيب لي كآبة خصني نبقى سكر فيها ماشي ديما كسكر وما كنعرف اللي ماشي ديما انا عارف المدينة هاديك كسكر فيها بزاف ما عرفتش علاش قبل نهوي شد عليا واحد السيمانة في الطادية ديال العوبية لأني كاري فهمتوني والله ما عرف اخي حاتم تبرت سبعتينات
عندي شي فلوس انا مجموعه واش فهمتوني يعني حباك هي اللي مصافا بها دابا الباك هذه مصافا بها خصني نخلي منها عاوتاني باش ملي نهود انا ندخل السنه 24 اخيرا جا بحالي الدار العوبيه انا ما تزوجش عندي شي مليون ولا جوج اما تكون اما كتكون عندي مليون الا دخلت شي باك كتمشي دغيا ديك السيمانه كتمشي الله يربي حيات الله يلا حيات بالله حيات اخي ما كتسبورتيوناش والله لا شو مالك انت كتسبورتيونا عجبنا الحال اخ ما تعجبنا الحال وكنت كتسبورتيو نقولوا دي فان معاونين عفط عليها ماشي مشكل دامونا في بايبر و ديسيبسيوني لقدات يا هالحونا اللي دعمتونا اللي دعمتونا في بايبال حتى الا تسالونا الفلوس بايبال فلوس اللي كتصادمهم نتوما بايبال كتبقى يوم ما كيدخلوا لي البنكة كنصادم كانطا البنكة ديالي خا يتسالوا لي الفلوس كنمشي نجبد ديك فهمتوني كنجبد ديك الفلوس اللي عندي في بايبال ما كدعموش الاخوان صح انا ما قدرش اللي كنجيبو شي صوابين وخصابين المازوط ما قدرش اليوم الصباح شي بيبان طوموبيل ركبتها لا ركبتها لا 30 فرانك البيبان كانت كتقطع لي الماء وجبرت لها عاوتاني مشكل اخر بدات كتقطع الماء الزيت مكليمايير كيصيفط ما كيبقاش هنا على الصيفط اخي كيشبه بايبال وكيصاوت فيه صراحه ما باغي نصافا نصور كما ما بقاش عندي شي امكانيات بس باقي ما فكرتش مزيان بس شوف شنو من جهه شبه شبه على الجي بي اس اواصك واش تهنى دواخ ما عليك تمشي تهنى دواخ انا من النظر سبعت سوايع ونص الطريق انا وصلت في 7:30 الصباح بغيت نشوف شحال كولا مود انا دوك واش نقدر نمشي للسعيديه عوا حتى جيت من هنا ناضور انا مشيت دابا الناضو ويلي ويلي شحال الكيلومتر داي شحال الكيلومتر هنا الناضو شوف خيرا على دريتشا شوف الداي 300 الصباح وهل قال لك سين دعمك مزيان اخاي بلا وانت دعمتي بعدا باش نمشيو 700 كيلومتر سيدي
700 كيلومتر تاع دفع الطوموبيل 700 كيلومتر خصها زبالة فلوس. سك 1000 درهم دمازوط كيف ما قلت يا سك 1000 درهم دمازوط باش توصل من تما 330 كيلومتر. قول من طنجة لكازا كلات لنا واحد 400 درهم. خصك 1000 درهم زائد الطريق وضار عادي نجي بحالنا بالله. لا لا خويا ما نقدرش نمشي بوحدي ما نقدرش انا ما نقدرش نخلص 1000 درهم دم مازوط وانا مخصح. اوات جيت من هنا راسك خصني نمشي ناضو اخي ولا الحسي خصني نمشي ناضو السعيدية اسف اي هلا طوط ما تفكش معاه دا وسع خصك تخلص لطوط لطوط دا وسع خصك تخلص ماشي شوف فاس هذه وحده ما تصفق اخي تعاونوني تعاونوني نمشي تعمونا باي بال الدايلة بغيتو نصافو ونعملو باسيوز الطوموبيل كتاكل بزاف منقدرش عليها من هنا نفس 397 كيلومتر 4 سوايع ونص لا انا وصل في جوج في ثلاثة قول في الله بعد الصباح مشكيلة عواطة صح ازمو خصك ترجع سن ارجع نفس خصك ترجع على على ضاب بيضة خصك ترجع حتى قريتها ضاب بيضة شي نرجع حتى ضاب بيضة ونرباط نشبها خميسات مكناس لا صوت المكناس نعمل تازا هادي جوز عند إلياس ماكي بقى أنا تفاعل أكثر حنا شبعنا خاوة تفاعل ولا متسابش تفاعلش الحمد لله الطوموبيل عندنا على قد كنخافو منه مشكيلة ماشي شحال من الأكادير بلاتي لا حياة صاحب لا حياة بالله من البصمة اللي بدها دي اخصى في
اكادير 450 كيلو. استاموس بريبارادوس بارا سالير. كوندوسي كون بريكاسيون. نمشي دابا نوصل في 5 ونص الصباح. في 5 الصباح. اكادير. مشكل في الفلوس الاميره فين كاين مشكل باش فاصيله صافات ضربت الباسيوس هذا عم قبل شيء فهمتي طوموبيل كتاكل بزاف يعني خصني نشوف اللي كتسلكني كتسلكني طنجه بسم الله على بركه الله دبت على الجيس كاع هاتي هاتي نعمل الدار ديالي يسارة الشمالية غنخسر بزاف وما غندخلش ما عندي علاش نمشي إلا مشيت نايصانا عندها ب هنا طنجة 380 كيلومتر هنا الضاد العوبية الإيصانة الشمالية 380 كيلومتر غير هذا غادي نجيو بحال نصا انا كنشوف اللي كتسلكني ماشي كنشوف اللي كتسلككم نتوما فهمتوا كتسلكني هي الاولى عاد اللي كتسلككم نتوما الا صافات مشي صاد باسي وهادو ما كنشوفش راسي كندخل ما خا كان عاجبني الحال كانوا كيدعموا صح كان عاجبني الحال وصافات وعجبني الحال كانوا كيدعموا ما دابا كيدعموا شي ما عندي علاش نمشي فهمتوني يمكن الدعم لا والو ما عندك علاش تمشي ما خاك شفتو قد ما كيدعمك سبحان الله بنادم كتفاح كتمشي في اللايف وانت كتفانز وكتجمع كاح كاح كفهمتوا لاحظتوا معايا انرجي اللي كانت عندي ما خاف اللايفات راه ماشي انرجي اللي عندي دابا باش كنفكر في جيبي شنو غيبقى لي سمعتوني انا ما الطوموبيل سيبتني اون بانا خصها الزباب الفلوس ما خاك واش كنخسر كنقول اه الحمد لله وما دخلنيش الشهر اللي ما جي فهمتوني هيك شي شفتوني كنصافى وعاجبني الحال كنقولو ما داخلين شهر اللي مجي الحمد لله اقسم بالله الاخوان هذا ديك الشيء ما خا مشيت فرحان مكذبش عليكم اه وخصات من عندي عارف راسي غيدخلوني كانوا كيدعموا ما دابا ما كيدعم حتى واحد ما هذيك ما تقدرش تمشي تخسر الفيديو هذا تحطه في فيسبوك ما عيجيب والو عيجيب عيجيب 10 عيجيب 10 دولار علاش حيت ما فيهش الدراما و ما فيهش المشاكل و فهمتوا صراحة تقال انا كنقول لكم اللي كاين والله ما كنكذب عليكم انا كنشوف راسي شي كنشوف شنو كيسلك غتمشي لاكادير ضرب واحد 50 فرنك د مازوط من هنا لاكادير باش نمشي دابا شحال 400 وكدا 400 وكدا د مازوط بحال سك واحد 600 درهم هادي في المشي
600 درهم انا لايف راه كندخل فيه 10 دولار 15 دولار واش فهمتوني؟ ما نقدرش نعمل واحد الحاجه ما مسلكانيش كنضرب الحسن بعيد انا نمشي من هنا ل 600 درهم وما يكون رجع عند طنجه عاوتاني خصني واحد 1000 درهم واش فهمتوني؟ من اكادير لطنجه شحال؟ شحال اكادير لطنجه الدرهم؟ خصني نبقى نعدل سمع هاد اللايفات واللايفات ما فيهمش الدعم انا ما يمكنليش انا ما يمكنليش نسافر صراحه انا شوف كنجرب كنشوف كنعمل تجارب واش يعني واش خدا يكون شي دعم في اللايف كتفرح كتقول اوه هانيه بحال بقى لي في البنك بقى لي بقى لي في البنك بقى لي شي بقى لي شي 7000 درهم بقى لي شي 7000 درهم عاد تخلص حتى 24 في الشهر ماشي انا 7000 درهم عاد حنا في المازوط باش نساعيكم على والو لا بلا سوبورت ما يمكنش واش فهمتوني نويها لكم ماشي كنهضر نويكم كاينه 7000 درهم كاينه في البنكه شحال بقى 7000 درهم 7000 درهم ما يمكنش نطحن انا في المازوط الدعم ما عنديش شي دعم فهمتو باقي 7000 درهم وباقي لي تقريبا بلان عاد خلص 24 في الشهر خصني نعدل واحد الوقت الموطي باش نمسح شي مشاكل عندي في اسبانيا علاش كانوا كيرفضوا لي حتى شي دماس كواس ما مسوحين شي كان عمل شغلي انا علاش كانوا كيرفضوا لي فيزا اش كان لوطوطر لان هنا الاكادير عارف حقصك من هنا لطنجه بعدا لوطوطر خصك عاوتاني واحد 190 درهم ما تفهمش منا ولا شي 180 درهم ما مسلكانيش هاد مصطفى فهمتيني كنت مسلكاني نكمل فيها تمشي تفرحان قد ما عطاك بنادم الدعم كيعطيك انرجي والله حتى كيعطيك انرجي هادشي اللي لاحظت هذا اللي دعموني كيعطوني انرجي كيعطوني واحد الفايبس باش نبقى كيعطوني كوراج كنفرح يقول هاني مساي مع راسي الفلوس ديالي دابا يتخلفوا لي الشهر اللي ما جاي داك شي فرحان هذا بارا مشي لطنجة والسلام مشي الدار ديالي مشي الدار ديالي تعوبية نجلس فيها شي يومين مشي نجلس الدار ديالي في عوبية شي تلت ايام ولا شي نجلس فيها شي تلت ايام ولا ربع ايام مشي نعس اليوم اصبح صايع نبقى صايق من دابا حتى الصبح شوف عندي عندي سيدي شي شحال كيلومتر عندي ما مشي في الصويا اخي ماشي انت كتعطيني الفلوس باش نمشي شحال عندي 378 غنوصل لاربعة الصباح ولكن انا غادي نمشي بحالي الدار ديالي هاد يومين عملت انضاي في طنجة ما كان باع فيه والو ولكن كان دي النهار كان ضيع النهار يعني كتعمر وقتك ولكن ما كتربح فيه والو كتعمر وقتك وكتعرف الناس طوموبيل مشات لواحد بياسة عالية وما جبات لواحد بياسة عاوتاني كليمايير اللي كتحكم في الضمان كتعمل 2000 درهم في طنجة مشات بدات كتخطى الزيت فهمتوني طوموبيل هادي راه كايتة هادي باش مشات لي عوبية في هذيك الحجار طاق 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 كتطلع فوق الحجار انت ماشي وكتعمل هيدا هذا راكب زعما وصاب الضمان وكتشطح كيفاش ما عادش يمشي كليما يا سي نورمال بعد بدلت دابا تحول عاد بدلت واحد الشهرين كل شهور حيلا خاف سكين حنا في الجديدة كنخيطو خارج من أنا خارج من الجديدة أنا أشوف أنا شفت الدعم ما كيناش باقي لي 7000 درهم بالحساب
الا طلعت خصني واحد جوج بلانات من تما لاكادير اكادير طنجه بعدا خصني شي بلان بون كوراج فاطيلو صلاح الدين شكرا خويا صلاح الدين صوتي انا ابقى فلا هاي صلاح الدين اليوتيوب كدي منا 50 درهم صادونا هاف باي بال باش نجبدو هادشي تلت ايام كنجبدو كتبقاو تلت ايام اللي كنتو كدعموني في باي بال اقسم بالله كدعموني كتسالوني الفلوس كنمشي نجبدو كنعمر بهم المازوط كنزيد كنصور شوف تيني صور انا نجيبو صور بهم قبل هادشي ميمكنش فهمتوني كيجي نجيبو صور بهم قبل هادشي ماشي صور بهم ماشي ازايكم الدراري هذا غلط كيتسمى فهمتوني انا ما عندي حتى نفعه نمشي نسايكم باللي دخلتو واش غيبقى لي انا فهمتوا وما كتحطوا في فيديو ما كيجيبوا والو وما كيما كيعجبكم الحد حتى هو كيما كدعموش ما كيعجبكمش الدعم انتما قاضين الدعم ماشي كامل العفو انا كاين اللي قاضي يدعم فيكم وكاين اللي يدعم ايوا هاي تساو يضحك الفوش باي بالو ديسكريبسيون الاخوان الا قدرتو تدعمونا غادي نكملو السفر علاش الا قدرتو تدعمونا غادي نكملو السفر حيت ديك الدعم ديك الفلوس باي بال كتجبدو في 3 ايام 3 ايام نكون انا باقي كندور في شي مدينه نجبدو مع نكمل بهم السفر فهمتوني هادشي اللي غنقول لكم الا قدرتو تدعمونا باي بال غادي نكملو السفر باش غنبغيو نعمو المازوت ونجيبو لك فلوس من السفر من باي بال ونصفو بيهم عاوتاني من هاديك هادشي اللي غنقول لكم انا بقات كتبان ليا طنجة حيت ما نقدرش نخفق هاد الاستطاعة ديالي باش انا عارف الله يفتح حكي دخلو يكون الارباح ديالو ما عرفتش دابا واش ديك الهاو بالارباح بلا شي واش ديك الهاو بالارباح وعنو يكون عنو يكون الارباح ديال اللايفات صافي بقاو معايا نشوفو واش ديك الهاو بالارباح شوفو الارباح الارباح ديالو هاد اللايفات هادو بقاو معايا ما علاش هذا خير كيف الدعم خاصو يكون عندو المدخل ياك يا ها هي ها هو شوف هاد اللايف شحال فيه ناسي ها هي شوف كنقول لكم 10 اور ياك شوف هاد اللايف شحال فيه شحال فيه من ساعه ساعه 5 دقائق اش حاجه 100 درهم انجيسو سيستيماتوس ديال زولايس واش انا نبقى خصها انا كل لايف نجيب فيه 10 دولار خصني نعمل 5 د اللايفات في النهار باش نجيب المازوط اللي خصاتو في الطريق 11 دولار 10 دولار هي قول 11 واش فهمتوني هذا 5000 غنشوف شحال دخل باقي ما عطاش الارباح ديالو 5000 ضرب ليلي هذا هو لعبت العدس هاد اليومين لايفات ما كيدخلو شي غيدخلو في حالة إلا كانت فيهم شي دراما وحطو من إيديتو في صفحة فيسبوك ديالي واش فهمتوني دابا تما يدخلو
أما هيدا ما يدخلوش. زمان وصلت من طنجة تكون مشات وصلت طمو بين تكون وصلت للنص فهمتوا؟ واحد ود القحبة من الصباح واقي يقول لي احنا عند دعمك مزيان الخواص. اي والله انت دعمت يا ود القحبة يا لاست لاسليطة عطيتي شي قالوا باش الصباح انت كتقول هاد الهضره هادي قالتك علينا بالكذوب هنايا دعمت عطيتي شي وزه في اللايف سينا قالتك تزرفني هنايا ود القحبة الاخر قالتك تزرفني باغي تضحك عليا ود باغي تضحك عليا في الطريق يا ود الكلبة الاخر والصباح هو كيكتب ديك الكلمه غير سير حنا ندعموه ما الصباح انا العرق حبه امو عمرو كيدين دمك دابا ما بقى تقدر تكتب ما يا ود القحبه ما يا المنافق باغي تخشيها لي تبقى تضحك عليا في الطريق ندين بابك ياك انا كنعرف كاريك اش عام بتسيبني الطوموبيل الطوموبيل دابا ساعه كتسكت في الطريق كتسكت ندين دي ما دابا ساعه حمقى انا هذا القصيد حكى لي كيتشفى فيه طوب الحمقى يدين ديما هذا وساعة قلت يا اخي يمشي الناضو يا سعيد يا قلت لا ما قلت تابعني واحد ريجيلاتور تابعني واحد ريجيلاتور تما الدار تابعني واحد ريجيلاتور خصني نعاود كليمة عرفتي هذا كي فارق الدار والاخوان كي فارق الدار في الدار معوض خصني نفارقو هما سيو عندهم الياس هما سيو عندهم انا ما كنمشيش عند الناس اخي قول لهم خصني نصور معاكم فيديوز ما كيجيو عندي اخي الا ما تندى ثم لا سيكون مسالينا تكون وحش في هادشي هذا ومشي عند الناس طلع بهم ليفي انا قانع بالليفي اللي عندي وطلع لي كلشي فاصل انا حافت لي ها وحداي شوفوا التق ديالنا اشي هذه شوفوا التق ديالنا العربية قد طلعنا كازا نعدلو بيبان طوموبيل وصافي ايه هاي طلعنا نعدلو ديك بيبان طوموبيل اللي مشات عدلنا بيبا وعدلنا الطوبو حالي عدلنا البيبا وطوبو واحد دايما جي موايا بموتو كيجي يخصهم يقولوا لي فاين اخاي بيلي ما كايك لاكسوني من الله هيا قالك دار بيضا شوف دار بيضا غباط بقينا عنزل في كازا عاوتاني
انا ما قضى شيخ على هادشي كامل. بسم الله سمعتو ما نكذبش عليكم الله ما قضى بيبا اصلا ما جبرتهاش في طنجة حسب جيت نشيها و جيت نعاود ديك التسيو مشيت عند واحد الميكانيك كامل مشيت عندو ما اخا عاد لي واحد التسيو تما في الصباح مشينا في الطعنة انا وياه مبغاش يتخلص من عندي عدت له واحد فيديو خفيف وضيف ساعة نسيبو لكم في باج فيسبوك ايوا شي قاعد عندك شبانة شي غادا دابا صافا فين خسارة خسارة المازوت الطوموبيل كبيرة كطحن المازوت خصني نكون حشيشي انا كنبيع الحشيش ولا الغباب تنقدر نعمل هاد الباسيوس واحد نايت كلوب طيسة كتبان لي مشيت ضربها بشي سكيرات والله عيل مشيت مشيت مسكان قولكم ما نعرفش اللي مسكان قولكم صافا كدي مي كتصافا مي كتخرج بزاف كتبقى تسهى وكتفوت دايس يعني شوف عندك مخالفة دايس عندي مخالفة فيمي عندي المازوت فهمتي عندي مخاصر قلت صافا انا من الطريق انا خارج من اس من كاين لوطو داو ساعة خصك تخلص لوطو شكون كيساهم معاك 1% ولا يعاونك تخسر اللي دخلتي في شهرتين تخدم لي شهر كامل تخسر وما تدخل والو لا طبعا انا ما دخلت والو كاش فاس هذا بعد الفيديو سيدي جابوا يجيبوا واحد 400 درهم فيديو كامل ويكون ابح ديالك اجي 500 درهم اسف الو طوق تقديس الاسف انا كيعجبني الطبيعه ما عندي ما طب اذا اسف خوكم خرج من جديده شي ناس قطاع حيت انا خارج من هاد هاد اللي وعم بدري ما غادي نشوف انا وسوما كل شيء وسوما السعادة ما السعادة الشيف عندما قالوش فلوس ولكن والو سبب فلوس سبب كل شيء سبب الدويش والسبب اللي ما عندوش لا بيت شي مخالفة طاق جاش في مآجل الطوموبيل مسكينة دابا سمعنا الطيخة المهم شفنا المدينة الجديدة الحمد لله ميبقاش فينا الحال عمري مشيت لها ولكن انا مشيت لها كتسمى شفتها
فهمتي؟ مابقاش فيا الحال حتى جيت شفت هاد المدينة هادي، أكادير صرت طموحي اقتصادية، ولا خصني يكون جامع في البنكة واحد الباكة صحيحة باش إلا سافرت ونكون هانيين، فهمتيني؟ السبب هما الفلوس هما السبب كلشي، السبب ديال كلشي. مابقاش فينا الحال مابقاش مابقاش فينا الحال. شفنا مدينة الجديد، شفنا لاكونيج ديالها ما دعمونا شي. صافا من كل شيء كمل بلا دعم. انا قلت لكم ما عندي معكم نيشانيش، هذا ما سبورتيتوني كتعطيوني كوراج كتبان لي نزيد صافا ما سبورتيتوني شي ما يعجبنيش حتى لحد. أزمو أسفي أسفي أضع بيضاء أزمو أضع بيضاء أفرطة وليدي أخوة حلولة عند خون كازا الله أعلم لكن I'm going now أفرطة وليدي بشي في حالك شد لي الطيقو عفط لي على العديان لك سيدي هذه هي السوشيال ميديا طيب طويلة ولا ماشي من جوا نعود في حالي I'm going to my home سيدي بغي النور اسفي سامي فيك اسفي هذا الطوط ديالها ما تفكشي معاه اسفي تجي اسفي خصك تخلى قد كتبعد بزاف تما ما كاين والو طنجة جمعات كلشي كلشي في طنجة المهم خوكم هو هذا الحقيقة أنا أقول أنا ما عنديش نش بقلي ولا بقى الحمق بحال الحمق نهضر بوحدي سي أنا ماسك بقى نهضر بوحدي أنا مشي صافاي ولكن خصهم يتفاعلوا معكم الإيفون ديالك خصهم يتفاعلوا معكم شو هذا الشيء معك أصدق؟ تعالى.